السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنبدأ بقى نجهز بشرتنا للعيد. عندي وصفة جميلة جدا هقول لكم عليها على طول، بس اعملها ولو خصوصا يعني ما يكون في مناسبة وبشرتي محتاجة تنظيف عميق فبستعمل الوصفة دي. معانا اول حاجة معايا هنا مية مغلية، المية دي هعمل بيها بخار للبشرة عشان افتح المسام، والمسام تبقى جاهزة ان هي لما اجي اعمل لها تقشير تطلع كل الدهون المتراكمة فيها والحاجات اللي مش لطيفة. فيلا هنشوف هنعمل ايه. المية ديت هحط هقرب وشي منها قوي، وهجيب فوطة واغطي وشي مع الحلة ديت عشان البخار كله يطلع على وشي ويفتح لي المسام. بعد ما خليت وشي على البخار لمدة 10 دقايق هبدأ بقى اقشر بشرتي. معايا هنا معلقة سكر، ومعايا معلقه زيت زيتون، ده زيت جوز الهند، بس ممكن تستعملي زيت زيتون، اللي ما عندوش جوز الهند يستعمل زيت زيتون بيبقى حلو قوي للبشره. اللي بشرتهم دهنيه ممكن يحطوا معلقه عسل بدل الزيوت، وهحط عصره ليمونه. وبشرتهم حساسه يستغنوا عن بشره عن عصره الليمونه، وهقلبهم كده. وبعدين همسك بقى الخليط اللي معايا ده وادعك بيه بشرتي كويس بالشكل ده، افرك فيها بحركات دائرية بالشكل ده على بشرتي. السكراب ده جميل جدا، بيفتح البشرة وبيديها نضارة وبتخلص من اي جلد ميت موجود عليها. صدقوني جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وبس البشرة الحساسة تشيل عصرة الليمونة اللي انا حطيتها. ودلوقتي بقى هروح اعمل سكراب لبشرتي وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه. وبعد ما عملت سكراب لبشرتي وحسيت بقت ناعمة ونضيفة جدا، غسلتها بمية فترة. وبعدين هجيب التلج دي وامشيها على وشي عشان اقفل المسام. لازم ان الخطوه دي مهمه جدا، لان المسام المفتوحه تبقى لو سبتيها ما قفلتهاش هتبقى مشكله وتحب تعالجيها، فلازم ان نقفلها على طول بالتلج. ونجيب خل التفاح، بس لازم ان نخف خل التفاح. انا باخد غطا خل تفاح وبحط عليه معلقتين ميه وبخفه وبقطنه وبمسح بيه بشرتي. ده برضو يعتبر قابض للمسام، يعني بيقفل المسام، يعتبر تونر. وديت روتيني البسيط لتنظيف بشرتي. وانا عجبكم ما تنسونيش من لايك والشير والسبسكرايب، واستناكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.